أولا ضابط العبادة المستقيم هو التذلل المبني على اعتقاد الربوبية، ومن يريد أن يضبط العبادة بغير اعتقاد الربوبية فلن ينضبط له، لا يستطيع أن يأتي بضابط مستقيم للعبادة من غير اعتقاد الربوبية. ثانيا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فهم من نصوص الكتاب والسنة أن اعتقاد الربوبية ليس شرطا في ضابط العبادة، وهذا الفهم يمنعه من الإتيان بضابط مستقيم للعبادة.